سلامتنا تكبتوت ريمو أكرو بندقكم برنامجنا تابع لكم حيث الطابلة التلفزيون أرتريا عندت ليكو أخبار قدم قلكم وسالفية لعبة رسم عدد كبر قديم منادل أكود حامد أكود تمت شديد سرطان رحم مديرية لوك عن سبا تعوتا تأهيل بحوث أثار قديم مشروع عبدوليس ما لا يتمم تشاينا مركب حرب أمريكا من أبو حورة الداغن بوباتات بحر أستراليا نشف كمهلا تحبرا العراق وإيران علاقة دبلوماسية واقتصاد لا تردد عدد قبر قديم منادل أكود حامد أكود يوم 29 نوفمبر ساعة 10 قدم الزهر بيب مقبرة أمحير بتاسمرة تمت للخص تفاصيل بنا ومن عش عثمان التوزراء وحكام أقاليم لاب التموك أولام سبسلطة حكومة وجبهت لحضرة وعادت ابسم وزارة حكومات أقاليم وزير والدنك الأبرها ابسم مكتب مركزي جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة مسؤول شؤون سياسة السيد يمان قبرآب ابسم كونفدرالية شاك على إريتريا نائب أمين عام السيد قبرآب كداني ابسم جماهير ساحل السيد الرفاين كمفي وابسم عائلته والدو حامد اكد اقل حشمة شهيد اكليل عمبابا كرو من سنة 1907 اسك سنة 1908 دي بمحبر وطني شاك على اريتريا السودان ابلت فناتا مراحل كم نفر مسؤول وحدة ورئيس انتقى بحق شاكا السنة 1908 ديب جبهة الشعبية تحرير إريتريا لتحابرة قديم منادل أكد أسك سنة 1908 كم نفر جهة ممكر حيث محبر شقالة ونفر لجنة تنفيذية محبر شقالة من سنة 1908 أسك سنة 1909 رئيس لمحبر اندقاب أكادما حقول اللي دي بناي سلف سنوتات حريات بهلت من سنة 1909 وحتى أسك سنة 1909 وصلس دي بقسم إدارة الشعب كمسؤول منطقة كسلا حاكم مديرية بركة حاكم مديرية ساحل عند قبع شعبه ووطنه بأمانة ومصبال لقد ممحير بايتوم من سنة 1907 أسك سنة 1904 نفر لجنة مركزية الجبهة الشعبية تحرير إريتريا على قديم منادل أكد حامد أكد من سنة 1904 دي بجبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة أقليم قبلة بحر قياح مسؤول شؤون سياسة مسؤول جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة ديب أقليم عن سبا ومسؤول جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة ديب رياض ودوارة سعودية انتقب أشاقام دي بيوم 26 نوفمبر 67 سنة عمره بحمام لأستشهد قديم منادل أكد حامد أكد بعل فرع وكلوت والدته جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة باستشهاد قديم منادل أكد حامد أكد حزنة دي بشرح اقل عائلته ناقد لما الهيامه ومشاقيته إيمان وصبر تتمني بدرجة وطن من يوم 10 حتى 15 نوفمبر لقبت فرار فديت سرطان رحم دي بمديرية لوقع عن سبا 9 و5 متايت كمسل تعوت التحبرة مسؤول مركز عافية مقركا نرس هرمون تخلى مريم قل إرينا تابع حبري مدة أوروت ورح لقبات فازعوت لفرارو دي بعصر 7 نقاط وعسرة وحتى مدرسة بعمت أتعسرة وكل دقيقيت كمسل قبت وحسلس ألف دي بعمر من ساعة سك 14 سنة لهلا أوالد كمسل تفدأ يا ما شرحم
دات لا ديب شعب لسبق أفهم ومعونة كل جهد ديب عوتي لفرارو دور كمسل ودام أبراهام مسؤول عافية قبيلة السيدة ماني الهيلي ميكائيل بجهته من مدارس برا الهلية اندي لتفدى قليل ترفاه كلهم سب شركة شقل معاونتهم قل أزيدو لفديت هي ديب كل درب سبتت هي بكل العوالد حقصص ورحمة بدقمان قل تفدى أتفاه قدام بفرع بحس علوم آثار مفودية عادات وريادة أريتريا عندت نزمة من يوم 10 نوفمبر دي باس مرحلة هي بلت أنحى بحس آثار قديم مشروع عدوليس مال 10 نوفمبر تمام تابع أريتريين وإيطاليين ميمرت بحس علم آثار أريتريا لتهيب تاهيل من فرعات أقاليم لمتصو 3 و5 نفر شاركوتو لتاهيل 6 واستراتيجية بحس آثار دور مجتمع دي بحفظة آثار قديم ترتيب آثار كلات دي بعدنا نظام حبر جغرافية ومباتك مدر التاكم زولما عام مفهوم علم ودعدام وعلم آثار كمكم اتعدت لكاتمة مفوض عادات وريادات سفير زمدة تخلي لبرنامج تجارب أشكال بحس علم آثار كمسال تقدمات وندحبرة لنظمه ولا شاركه تل أرقو حسر هنا حمدا التام فوديت مسؤول فرع بحس علم آثار دكتور تقاي مدين وولد إيطاليا بروفيسور سارينا ماسا لتاهيل دي بحفظة وعطلة لأسعار أريتريا دور عابكم سلتو ولا درسبو لا كسبو أمر بشكل أقل طور دفانو مشتركة بجهتهم لا كسبو مهنة دي بعبوت بحس أسعار وورس علم أسعار عدنا مهم كم سلتو دحبرو لتاهيل أقل التلالي هني أطفاق دو سنة 1989 بنيت مدرسة متبايت وكالاي درجة بوردي ناس مات أتساناي بنية تحتية قبي التهلام لاب درجة معيال السرقل هلا شقل أتساناي أكان من الدرسة خطوط ماي شبابيك مسترحات صبورات وبعد لكم كم كم سلتو واسكلا سعام تايت من شقل كم سل سرقل مسؤولين لمدرسة شرحو دير لمدرسة مدرس جمع عثمان ومسؤول مالية وأدارة مدرس عبد الله إدريس قال إيرينات هابو حبري الفرع وزارة تعليم أقليم مكتب تعليم مديريات ووحدة كدامات ماي إدارة شبه مدينة أسندان تعاونوا لورات سني للسرقل لكم سلها أبرهو لكن دي بنتو درسة دي بأندية ريادة عادات صور أول تراديد قراءات وجمال إن تنزمو دي بسنة دراسة كلالف وعسرة وكلا كلالف وعسرة وسلس لودو مداليت كم سلتما مدير لمدرسة بوردين مدرس جمع عثمان حبرا مسؤول مكتب تعليم مديرية أسمات ومدرس إبراهيم أكود بجهته هدف لديه بكل وقع عام ويرست أجيال لقل فراوكم سألت شرحهم بوليس عليم غاش باركا قل درس مدارس مقبايت وكالة درجة مدرسة دوتا فهمهم ديب قانون ترافيك ندوك على بقو ترافيك قل تتكرع فزعت قل شار كل سدم حضرات ديب يوم 10 نوفمبر هبا قايد بوليس ترافيك أغليم غاش باركا ميجر نر أيوة تسقاي تهبي شرح بقو ترافيك أب إيرات عقبوي متنفعات مواصلات وهم اللي سواقين ومتنفعات سرقياكم سالجرن دحبرة فمجتمع بعمل مدرسة فنتي تعابيوت ديبان قصوت بقو ترافيك دور عابكم سالبو شرحا مسؤول دافعات بقو السيد ياسين محمد بجهته من وقت ديب وقت لا تنزم محاضرات قانون دي بحشموت قانون ترافيك ودحن دور عابك مسل بون تحبرا درسا مسل سنيت نقب او سبب هم اللي تصادف بقوت قلت تهون دي ما تنفع ترجال بوم تفهم قل عبو وقانون ترافيك قل حشمو ادفع قدام سيد ياسين اندات لا دي باقلي مقاش باركا دي باول اي ربع سنة كلالف وعسرا وكلب بصادفا كلمت وسعة وحتى بقوت عسرا وسنفر كموتو 349 كمسل جرحو ودي بمالها زيادة 4.6 مليون نعفة لتتواقم دمار كمسل جريت ابراهام بل اللي دي باور رحت اكتوبر ونوفمبر بس هذا فاسس 4 بقوت اورت مواطن ميت تهلا 35 كم سال جرحوا ودي بمال هي عول زياد 800,000 نافا كسار كم جريت ودهم مدير مدرسة مقبايت وكالة درجة دوتا مدرس سامسون برهان وجهته لما حضرت أهمية سبت بابت وكالة قلت أتلا لأن أتفاقدا درس ومدرسين لنسوا محاضرات دي بفعل قلت أولا أتفاقدا درسات دي بها بوري لخار بأشاير ترافيك كل سنة دي بأقدام ترجع لبقى العجعيه سبب بقوت قبل سبت حلا قلة وركة فانو مديرية عصب دي بدور متنظام لجنة مسانية شباب لركز هدك دي بيوم 10 نوفمبر مثل درسة مدارس كالاي درجة قبام
التدريب قانون عافيت وتعليم لركز هدق والدين دي بنيت شباب لتوكلا دور سبات بم قل هذا قبوتو جهد حبر رجل لقبا متفاقدت قدما انفار لجنة مسانيت شباب بجهتهم سبب لا ديب مهرو للترا قيمة حصار وفقري دهرت اندت تفرقا حال قل تركب دي بقب جهد دورهم قل قدمو ومداليهم اند اكدو درسا هدف لورات اند فهمو بحسر رجل شكوات فاقدو دي بدونغوبا بمسؤول محبر شباب ودرس اريتريا دي مديرية عصب شاب علي احمد هي هدف متنظام لجان مساني شباب عند أبرها فهم وفزع الدرس هاق اللعبة تقب وراتات ابحث الرجل لك دوم مطلقا حقو لها متعديت موسيقى حجاره خوار كارج قوات بحر تشاينا من قانون برا دي باكات ما يعدو كمسل تقعت لشرحة مركب حرب أمريكا ذكر كمسل بلسيات مرا لنا ما لحدث سيادة عدالة كيد وحالة أمن بحر قبل تشاينا لدرر كمسل لشرحة وقوات بحر تشاينا إدارة أمريكا قلت تجمل منه أتفاقدو منات أمريكا بسبت لا بتشاينا لتقدمت شكوت لها بطبالي سالبوني أمريكا دي بحر قبل تشاينا مراكب حرب ند لها ليت سلف كمسل يكون تقارير دي بالحبر تشاينا لمصدر تتقاوم ماكم سلطان حتى لأفهم لمهام بسبب ملكية بحر قبلة تشاينا سودف لهلا اي مفاهمات تقول لك هي لمكم سلطان من قرب لدلو متقبلت لحبرون أقدا بيت حتى لسحب عنبوباتات بحر أستراليا بسبب متبادل الحالة الجودي بحلفة 7 سنة كمسل نشفات حبرة نظمة مجلس كران لعنبوباتات بسبب حالة جو مدرد جرأت كمسل هليت لتحبر مؤسسة تعليم علوم وعادات منظمة مجلس كران يونسكو بجهتها لدي بعد منط بزح مقلوق علمنا مهم دور لو الدوار سجولوا على عنبوباتها تقل تمس حكم سال قدر تحذر عن حتى حكومة أستراليا قل من قفوه بليون دولار في قرتكم هليت من ما تشرحت لقلت دي بفعل لكم سال يعو على التقارير للحبر عنبوباتات بحر أستراليا أوروت من أقد عيان اقتصاد لعدكم سالتو مالت هدقه العراق وإيران ناي دبلوماسية واقتصاد علاقتها نقل أترد اتفاقية الاتفاقية دي بإيران زيارة لوداء رئيس وزراء العراق محمد شيعة السوداني يوم 29 نوفمبر مصر الرئيس إبراهيم رئيسي وبعدام سب سلطة إيران دي بعودة هدكتو كل الأقوار دول دي بتطورات اقتصاد بعمد تجارة وكسات رأس مال هي أفنتي تكمسل تعاونات ولا شرحية بل اللي إيران وعراق دي بمجالات طاقة سياحة وبعد حبر قلشكايا كمسلتن ما سب سلطة حبرو يبقى أمن ودفع قلت ساداكم سلطان لشرح إيران وعراق فرهت أمن منطقة مقباي مفقار صحي قابل هلا إرهاب قل لك رعا حبركم سلكد ما مؤكدة رئيس إبراهيم الرئيسي دي بها بأي شرح دي بقدلا ضد إرهاب وحدة منطقة كم سلطان حزن ده حبرة إيران وعراق لظاهرة قل لقابها حبر قل لك دماكم سلطان ما أكدا أرس أخبار الدقمان عدد قبر قديم منادل أكد حامد أكد تمت فديت سرطان رحم مديرية لوكا عن سبعة تعوضت تأهيل بحس آثار قديم مشروع عبد الليس مالتما تشاينا مركب حرب أمريكا من بحورة الداقن بوباتات بحر أستراليا نشفكم سلها لا تحبرام إيران وعراق علاقة دبلوماسية واقتصاد بلا ترد التفقام حيث أما طابلتنا أخبار بعمد تلات مام علينا ومسلات أهل الأرقام جاتنا لها